لاباس بيكم؟ ان شاء الله تكون على خير وعلى خير. البنات بغيت ندير لكم هذا الفيديو، وبغيت ان شاء الله نديكم معايا البلاصه اللي كيتباعوا فيها لي برودوي عندنا، باش بزاف الناس اللي ساكنين هنايا، البنات اللي ساكنين هنا كيكونوا شي حاجات عداهم ولكن ما كيعرفوهمش ليش كيصلحوا. داكشي علاش بغيت نمشي ونصور لكم ونعطيهم هكا فكره على شحال من حاجه اللي صراحه كتكون حتى عينينا وما كنعرفوهاش ديالاش، اللي تقدر تفيدهم يا في الدار يا في دي برودوي هكا كوزميتيك. انا التلج كيطيح، شوفوا ايوا هادشي اللي كاين. المهم الطوبيس غادي يمشي عليا، خصني نمشي كان جري باش نلقاه. يا شتوهم كيجري، يعني انا خصني نجري، خليكم معايا. جيت هذا عندنا بحال سونتر ولا المهم بحال هكا، فيه الحوانت كي كتشوفوا جميع الحوانت شادين. هانتوما حوانت الحوايج ديال الصوابع ديال داكشي كلشي شاد، اللي حال هو غوثمان كما قلت لكم ودي ام. دابا غادي نمشي معكم للدي ام نوريكم لي برودوي في دي ام، وديك الساعات ان شاء الله مره اخرى الى عجبكم هذا الفيديو نولي عاوتاني نمشي لغوثمان نصور لكم الحويجات اللي فيه هو، لان غوثمان ودائم هما بحال بحال، غير لا مارك مبدله السميه وصافي، مي هما بجوج بحال بحال، لا في الاثمنه ولا في كل شيء. زعما الصراحه هانتوما شوفوا الدنيا خاويه، نورمال هذا كيكون عامر كيطيح ما كيكونش كاع خاوي، ولكن راهم شادين دابا. يلا خليكم معايا حتى ندخل دائم ونكمل لا فيديو. هنا هنايا كاين لي بارفان، هنايا لي بارفان كاينين. شنو زعما الصراحة بالنسبة لهاد لي بارفان هادو ديال لاغيف كي كتشوفو هنايا، هادو دوب ديال لي بارفان اللي كيكونو غاليين، بحال هادي ديال سي، هادي سي الحمراء، هادي هي هادي ايبنوتيك، شنو اخر كاينه، هادي ديال دولتشي غابانا بلو حتى هي زوينه. المهم هذيك راها ديال بلاك اوبيوم، هذه بلاك اوبيوم، وهذيك ديال لا فيبل. المهم بالنسبه للعطوره تقدروا تاخذوا هادو رخاصين، اثمنه زوينه وفي نفس الوقت ريحتهم غزاله، يعني بحالهم بحال ريحه الاوريجينال. هذه بالنسبه للعطوره. هنا كاين الميك اب، ميك اب ما عندي ما نوريكم فيه باين، نوريكم واحد الطاطو ديال الحجبان بالنسبه للبنات اللي عندهم الحجبان خفاف. كاين هاد الطاطو هذا البنات شتيوه، كديروه وكتخليوه يبس ومن بعد كتقشروه. راه ديجا كنت بارطاجيتو معكم في انستغرام، صراحه زوين بزاف كيخلي لكم اللون زوين، غير هو كيبقى غير شي 3 ايام الا غسلتو كيبدا يتحيد، كيدار بحال هاد الطريقه هذه. هنايا غادي نمشيو ل كاين هنايا مهم الشفيرات وداكشي، شويه الدنيا عامره. المهم هنايا البنات هادو البيو هنايا، كاين هادشي البيو اللي كيبغيو لي مارك بيو. كاين شنو ننصحكم بيه، كاين ماورد هذا اللي كيبغيو ماورد، سيرتو الناس اللي عندهم تقيبات في وجههم، يعني لي بور غزال ماورد ليهم. وكاين هادشي المهم كله زوين صراحه، لا مارك بيو زوينين. هنا كاينين هادو ديال باليو، لا دام ديال فيتامين سي زوينه 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 بزاف، فيها سيروم، ها هو سيروم، وفيها جل باش كتغسلوا الوجه هو هذا، وفيها لي كريم. وكاين هذا البنات اللي عندهم طبايع وجههم دقه بطلة، هادو زعما نوريكم الحاجات اللي بصح كديروهم وكيعطيو نتيجه. كاين هذا البنات ديال الشفر كيعود عليه زوين، انا كنت بديتو مي ما كملتوش ما نقدرش نحكم عليه، ولكن كيعود عليه تا زوين.
وكاين كاين كاين شنو اخر مهم باليا هادو صراحه كلهم مزيونين. كاين ديال الايلورونيك اسيد ما بقاش وديال الكولاجين حتى هي ما بقاش مي صراحه هنايا زوينين زعما شوفوا نقولي عندهم نمشي معاكم لهنا حيت قلت لكم الدنيا شويه عامره شتي تصور هنا لا كريم البنات هنا البنات اللي عندهم سيلوليت هذا غزال هذا واعر كان ديال صدرته هو اللي عنده صدر مترهل ولكن ما بقاش وغادي نوريكم هنايا هادو هذا البنات كريم ديال الدات بالريحه ديال اليان العطر ديال اليان ريحته غزاله غزاله بزاف بزاف وكاين هنايا بريحه ديال لافيبيل هذا بريحه ديال لافيبيل نفس الريحه هو على شكل كريم كريم طافان يعني كديرو بحال عطر ولكن هو غير كريم شوفو نيفيا قداش الحجم العائلي هنا لا كريم ديال الرجلين هذا البنان زوين واعر حتى هو وصراحة كلهم زوينين هاد الكريمات درجين اليدين صراحة كلهم عندهم زوينين كاينين هنايا لي جال دوش كاين البنات هذا بالنسبة للبنات اللي كيبغيو اللي كيبغيو القماش في الحمام كاين هذا بملح هاد البحر الميت زوين مخلط مع الزيت واعر هذا شنو كاين آخر هنايا في لي جال دوش كاينين هادوك اللي كيكونوا رخاصين كاينين هادو حتى هما فنين هادو هما واعرين كاين هذا ديال دوفا البنات حتى هو غزال بالماكاديميا والروز حتى هو غزال مقشر للذات شوف شي حاجه اخرى مهم هذا هذا اللي كنت وريتكم في الانستغرام ديجا هذا بالريحه ديال لافيبيل ولكن هو جلدوش على شكل روا غزال 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 والثمن ديالو بالنسبه لهنايا راه اورو 75 اما في المغرب راه كيوصل 70 درهم ولا هذا لان راكم عارفين مع الطريق والثقل هنا كاينين هادو نوريكم واحد كريمه الشمس زوينه هذه غزاله انتي اج وهي كريمه الشمس وكاينه هذه اللي رخيصه حتى هي زوينه كاينه 30 وكاينه 50 كاين تما ديال الرجال داكشي ديال الرجال وهنا المينياتور بالنسبه لدوكشي صغيور اللي كيبغي يسافر ولا كيبغي يمشي شي دار عند شي حد معروض ولا كيدي هادشي غير صغيور هنايا البلاصه ديال داكشي اللي كيكون ميني صغيور هنايا كاينين هادشي ديال الدوايات ديال السنان يعني دونتي فريش دوك باش كتغسلو السنان وكذا وكذا بغيت نوريكم واحد دونتي فريش غزال للحم السنان اللي عنده لحم السنان مريض نقلب عليه نوريه ليكم هذا باردون تاكس يمكن هذا كاين حتى في المغرب عرفتي دقه بطله دقه بطله البنات واعر راه فيه حتى الماء ديال اللحم وكاين خلاص ديال فاخر حتى هو اللي زوين انا نوريه لكم بالنسبه للبنات اللي كيبغيو ياخذوا دانتي فريس اللي يكون رخيص كاين ديال فاخر ما عرفتش شنو هو ما كتلقاش ديما صراحه كيطير ما عرفتش ما بقى لهمش كيكون بحال هكا بحال هكا وهو ديال الفاخر بحال هذا هو ديال الفاخر ما كاينش دابا مي الا جيتو غادي تلقاوه كيكون زعما غير هاد المره ما كاينش هادو بجواز ديال الدراري الصغار ماشي تاع السنان داكشي كله هنايا الصابون ديال اليدين شي معنا به غرض وهاد البلاصه ديال لي كريم ديال اليدين هذا البنات هذا ننصحكم به الطوب عرفتي كي كيبيض اليدين هذا بفيتامين سي واعر 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 بزاف كان واحد ديال الايلورونيك اسيد ولكن شفتو مره واحده خديت منه شي حبه ولا جوج ما بقاوش جابوه حتى هو غزال وخلاص كاينين لي خرين العاديين ديال الترطيب وداكشي حتى هما مزيونين مي الا بغات شي وحده عندها اللون ديال البشره ديالها ما موحدش تاخذ الفيتامين سي كاينه البنات هذه بالنسبه للبنات اللي كي عندهم الزغف في وجههم وكيبغيو
كيبغيو يحيدوه، كيبغيو غير يصبغوه يعني ما ينتفوهش ولا لا. كاين هذه كيجيو فيها جوج كريمات، رقم واحد ورقم جوج، سمحوا لي، كتخلط مع بعضياتها في واحد الطويصه كاينه لداخل. نوريكم واش كاينه هنا مصوره، مصورينهاش. المهم واحد الطويصه كتخلطوها وكديروها في البلاصه اللي بغيتو تبيضو باش كتعطيكم داك اللون اللي زعر باش ما كيبانش الزغد. هذه بالنسبه اللي بغا في هذا اللون زوينه بزاف. كاين هذه البنات اللي كطير الزغد، عرفتيوها بحال الماكينه كطير الزغد، هذه عجبوها جديده. ولا كاينه هذه ديال براون، صراحه رخيصه 23 اورو، والله الا رخيصه شوفوا، ما عرفتش هادشي كي كيخدم. المهم وهنا داكشي ديال الحسنه، كاين واحد الكريم اللي انا غنوريه لكم بصافي، يكون البنات اللي كيكون عندهم داك جلد الوزه، ها هو كاين البنات اللي كيكون عندهم جلد الوزه، يعني ما كتكون عندها الشعر وكيكون الشعر تحت الجلد، ملي كتحيد الشعر تبقى دير هذا. هذا زوين بزاف، ثمنه حتى هو رخيص، راه عندي انا في المغرب، وبالنسبه للبنات هنا يجيو ياخذوه. ايوا صافي، هادشي اللي كاين في هاد البلاصه اللي زعما كنعرف انا. نمشي معاكم هنا الميكاب، كيقول لكم الميكاب غنوريكم واحد الحاجه بلاتي حتى هي فيه زوينه. هنا الصبايغ ديال الشعر، ما عندي ما نفيدكم بهم. وهنايا البنات هذا زوين زوين زوين، هذا اللي كيدار قبل السوشوار باش ما كتخليوش الشعر ديالكم يتحرق، ولا قبل البلاك، ولا قبل حتى التشميشه، يعني ملي كتكونوا في لابيسين. هذا زوين حتى هو، كنسخف كنهبط ونطلع، نسخف ونطلع دير هاد البافيت سخفاتني. وهنا البلاصه ديال الشامبوانات، انتما البنات لي شامبون ديال بافيا زوينين. هاد السيروم هذا غلا خلاص، هذا شي حاجه واعره 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 بزاف، ريحته غزاله، وحتى هو كيحمي من الشمس وكيحمي من السوشوار. انتما غزال غزال غزال، كاينين هاد لي سوان هادو بحال هكا، هادو بالنسبه للبنات اللي شعرهم متقصف كيديروه كاسوان يرطب الشعر. وهنا خلاص لي مارك الاخرين ديال باليا، زعما السكالات الاخرين هما صراحه زوينين. وهنا ماركات واحد اخرين البيسين. هنا شامبوانات ما عندي ما نوريكم لان راه غير المهم، هذا هاد السيروم خذوه راه غزال بزاف. كاين هنايا ماسك البنانا حتى هو زوين، جربها انا، والشامبوان ديالو غزال هذا تاهو مجربه، وشفت واحد السيده كتهضر على هذا قالت هو زوين. وكاين واحد لا مارك اخرى خصني نقلب عليها نشوفها هنا فاش جهه اخرى، كاين هنا لي مارك بيو، هادو لي مارك بيو او جي اكس حتى هي زوينه، هادو كنت كنغسل بيه مؤخرا غزال. ما عقلتش الصراحه فين هي، وقيلا ما كايناش هنايا في الدائم، كاينه غوسمان غزاله واحد الماركه، هذه الا وريتها لكم ما تعرفوها، ولكن ما كايناش مع الاسف الشديد. اوكي معليش تنوريها لكم في بلاصه اخرى. نوري لكم واحد الشامبوان هنايا الا لقيته حتى هو، بالنسبه للناس اللي عندهم قشره، هو الناس اللي عندهم قشره وعندهم جلد راسهم مريضه، هذا بزيت شجره الشاي، هذا مزيون البنات خذوه، اللي عندها هذا المشكل في الراس ديالها ولا عندها شي ماعرفتش، المهم الجلد راسها كتكون مريضه. هنا لي تيزان ولا اتاي، على كل حال اتاي ليش كيصلح، كاين هنا اللي كي اللي ما كتنعش تقدر تاخذ باش يرخيها، كاين ديال الدراري الصغار، كاين ديال الكرش، كاين ديال المهم كل حاجه ديال هذا الديتوكس ديال السكين جبير، المهم انواع الاشكال. هنا غير داكشي البيو، هنا زيت الكوكو بالنسبه للبنات اللي كيسولوا على زيت الكوكو، هانتوما هو شتيوه، كاين الكبيره 6.55 أورو والصغيره كدا 3.55 أورو، وحتى هو ان شاء الله غادي يكون في المغرب هاد الايام بالنسبه للبنات اللي بغاوه في المغرب، راه بيو 100% تقدري طيبي بيه وتاكلي بيه. هنايا داكشي ديال لي بيسكوي، وهذا بالنسبه للناس اللي كيديروا ريجيم. وهنا البلاصه ديال لي فيتامين، بالنسبه للشعر كاين هذا غزال، هذا واعر هاكرافت زوين الشعر. نوريكم شي اخرى، هادو لي كولاجين على شكل قريعات كيتشربوا حتى ما ضربتهم زعما. وهنايا مهم جميع انواع
ديال هذا فيتامين سي، حتى هو زوين هذا اللي بغات فيتامين سي طالع، يعني فيتامين سي المجهد. بغيت نوريكم واحد الفانيل، صراحه ما كنتش عارفه ان فيه جيلاتين، وبزاف البنات كيسولوا عليه، مي اكتشفت انه فيه الجيلاتين. من الاحسن الواحد ما ياخذوش ديال الشعر، هو ما باينش انه فيه جيلاتين ولا راه فيه. هذا هار كومبلكس، علاش فيه الجيلاتين؟ حيت مصوب بهاد لي كابسول، وهاد لي كابسول كيكونوا مصنوعين من جيلاتين. حنا نقراو لداخل نشوفو هانتوما البنات، شتيوها؟ جيلاتين غيند ديال البقر، راه حرام يعني، من الأحسن ما تاخدوش. كاين حدا آخرين لي مفهمش، خدو ليه على شكل فانيد عادي، من الأحسن. بغيت نوريكم هنا عسل المانوكا، شوفو العسل المانوكا، عسل المانوكا واعر بزاف بزاف بزاف، حتى هي راه كاينة في دي إم، كدير 32 × 85، 250 غرام، 300 أوغي، يعني مجهدة، كتكون هاديك مجهدة. صافي هنا عاوتاني نوريكم حاجة أخرى اللي كيضرهم راسهم بزاف، كيبغيو يهدنو شوية الحريق، كاين هاد الرولة كتدهن هنا في الراس، باش مكتخليش الحريق بالراس. هي صراحة مزيانة، نجربو ونوريكم. بغيت نقلب عليها ونقلب عليها ونقلب عليها البومادة البنات، هادي اللي مصوبة بالزنك، هادي البنات بومادة ديال نورمالمون ديال الجرح، ولكن حيت فيها الزنك كديروها دهنوها البلاصة اللي عندكم فيها الحبوب بدقة بطلة، كتخلي الوجه صافي ومكتخليش الحبوب في الوجه. أي بومادة تكون فيها الزنك راها زوينة للحبوب، هادي غزالة. وكاين واحد الصيقات اللي ديجا حطيتهم في الانستغرام اللي هما كديروهم للوجه كينقيو لكم لي بوانوار وداكشي، يمكن ما كاينينش دابا، الاغلبيه كيطيروهم. هي هذه بلاصتهم، الاغلبيه كيطيروهم، ما كاينينش البنات صراحه، هما زوينين. اوكي نكملو، هنا كاينين هادو ديال الحريق اللي كيضرهم الظهر، اللي كيضرهم يديهم كتافهم، وتما كاين داكشي ديال لي بيبي الحليب وهذا. ما نقدرش ندور كلشي باش ما نطولش عليكم لا فيديو. المهم نوريكم داكشي اللي تقدروا تستافدوا منه. هنا البنات في البلاصه ديال الانتيم كاين هاد السبراي بالنسبه للبنات اللي بغاو سبري الانتيم، كيدير ريحه زوينه، وهذاك لو جيل انتيم باش كتغسلو في التواليت، حتى هو الصراحه مزيون. وكاينين لي لانجيت اللي بغات لي لانجيت، كاين المهم كلشي كاين على غير الفلوس. هنا خلاص هادشي ديال التواليت وداكشي بابييتا، هاد ميستر بروبر هذا غزال، هذا واعر ديال الدوش باش تغسلو الدوش. نشوف 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 نشوف، المهم شي حاجه اللي ما وريتها لكم شو نسيت، نتمنى نوريها لكم مره اخرى. البنات بالنسبه للتصبين صراحه انا كنصبن غير بيغزيل هذا ولا لينور اللي على هذا الشكل، روعه، ما كتعذبي من والو، كيخلي لك لا ماشين ديالك مزيانه ونقيقه. هنا يا البنات نوريكم واحد اللعيبات، شوفوا كاين هاد المقيطات جابوهم داك النهار خديت منهم، اللي بغات دير شي مملحات وبغات تخدم بيهم كيجيو مزيونين، ولا شي دويكرات هكا في الطبله صراحه زوينين. وهنايا كاين داكشي ديال الحلويات، كاين هادو الا بغيتو تصوبوا بهم هكا الحليوات وداكشي للدراري في عيد الميلاد، هما زوينين. كاينين هادو اللي كيغطيو بحال هكا ملي كت حلي شي حاجه وما كتكمليهاش، بحال الكاشير مثلا كيتحل، ولا هكا الحامض ولا شي حاجه كتغطي بهم، تما زوينين. شنو واحد اخر باش ما ننساش، هنايا كاين لاستيكات اللي كيحتاجو لاستيكات، فيهم الكومي هادو تشدو بهم. كاينين البنات هادو اللي كتبغيو ديرو اليوم ديكورا بحال هكا لويدات، كيديرو 95 سنت، صراحه غزالين. ايوا صافي فوق الميكات وداكشي راه باينين. نوريكم واحد شوفو زوينين،
هنا كاينه الزادو غولا البنات ولا الكوارتز غولا اللي كيقلبوا عليها، راه كاينه في الدائم الثمن ديالها 9 اورو. اللي كيبغي يدير المصاج لوجهه هنا هادشي كله ما خاص بالدفران. وهذا بالنسبه للبنات اللي عندهم زغب في الوجه ديالهم، هذا راه زوين ما تخافوش منه، غير تاخذوا ليه كل الموس ديالو بحال هكا مبرد فيه بحال سنينات، ماشي داك ستامبل اللي بحال الموس عادي، راه غزال كيقشر الوجه وكيحيد منه كاع داك الخلايا الميته وطبيعه الحال حتى الشعر الرقيق زوين. انا كنصوب به غير الحجبان، ولكن اللي عندها زغب في وجهها ديرو حيت راه زوين بزاف بزاف. وكاينه هاد لابغوس هادي باش تغسلوا وجهكم، تقدروا تغسلوا بها الشيتات ديالكم ديال السيليكون، كتجي بحال هكا حتى هي زوينه. وهنا البنات غنوريكم واحد اللعيبه زوينه للضفار، اللي كيسولوني ديما على الضفار الضفار الضفار. كاين هاد الكالسيوم البنات، هاد الكالسيوم للضفار اللي ضفارها خفاف وهشيش، من تغديه بهذا ثمنه رخيص وفي نفس الوقت غزال، كيخلي الضفيرات فنين وقاصحين وكيطوالوا دغيا. نمشي معاكم للبلاصه ديال هنا البنات، بازلين اللي كتبغي بازلين كاين حتى هو هنا البلاصه ديال ليستيك. الصراحه باش غنصحكم انا بغيك صونه غزاله، هذاك صونه واعره وسيرتو ديال الرجال، الا درتي الرجال الكري مع الشينيه هادي ديال البنات فنه، جربوها وردوا عليا، واعره ما كتخديش الريحه ديال التعرق وريحتها زويونه. ولا هادو حتى هادو زوينين، مي هذيك صراحه كتشد كثر. وكاينه هاد لابودغ هادي ديروها في شي طويصه وتبقاو دهنوا بها، حتى هي عرفتي واحد الريحه فيها كتحمق بحال البوربو الدراري الصغار، ولكن لا واحد الريحه معطره، ماشي بحال البوربو، ريحه بحال العطر، ريحتها طوب طوب طوب. كاين هذا حتى هو على شكل كريم، حتى هو تقدروا ديروه حتى هو زوين، ما كاينش فيه الومنيوم حتى هو زوين. وكاينين هنايا ديدوغويات اللي رخاص، هذوك اللي ديدوغو راه الموفو والغوز هما بالريحه ديال الاليان هذو والريحه ديال لافيبيل، حتى هما زوينين. المهم ما كاين حتى شي حاجه قبيحه كلشي زوين. هنايا قبيله من جيت الكريمات ما وريتكمش بالنسبه للبنات اللي كيتشقوا لهم الشنايف ديالهم وداك الشيء، كاين هنايا بزاف ديال الحويجات اللي زوينين ديال الشنايف، كاينين رخاص ديال باليه وكاينين اللي طالعين شويه في الثمن، وكاين حتى القوماج اللي كيديروا وكي بحال هذا كيحيد لك داك القشور من الفوم وداك ديال الكوكو، كون جربتو ماشي واو ولكن ما بيه. كاين هادو البنات بالنسبه للبنات اللي كيبغيو اللي كيبغيو يديروا دي سيروم وما قدروش يشريو سيروم غالي، يشريو هادو بالفيتامين سي ولا بالهايلورونيك اسيد ولا هادو زوينين بزاف للبشره حتى هما. وصافي يمكن نوريكم كلشي، الا ما وريتكم شي حاجه اخرى نقدر عاوتاني مره اخرى ندير دويره كل بلاصه بوحديتها. دابا راني وريتكم اون جينيرال كلشي، يعني خربقت لكم مع اليوم السبت، كتكون الدنيا شويه عامره ان شاء الله ملي تكون الدنيا خاويه ونجي نوريكم حاجه بحاجه. شوفوا هذه شايه ياك، هذه شايه ولا ماشي شايه، الكتان زريعه الكتان ديال الشايه كتكون هي هذا زنجلان. هانتوما البنات اللي كتبغي الزنجلان باش دير صوب شي حاجه في الدار ولا بالزنجلان، راه كاين في دائم كيكون رخيص هايا ولا وهي. انا بغيت نقلب على واحد زيت شجره الشاي البنات، هو زيت شجره الشاي كيصلح للحبوب اللي عندها الحبوب دقه بطله، حيت هو انتي بكتيريا. كاين هنايا هادو ديال باش كتعقمو لي لانجيت ولا باش تصبنو ولا هادشي كلشي ديال التعقيم. كنقلب على واحد لي لانجيت الى صبتهم هيا هيا مكيناش واقيلا. شي مرة شي حوايج كيكونو ديما وشي حوايج مكيكونوش هاهما هادو. هادو البنات لي لانجيت ديال التواليت، صراحة زوينين
التواليت هذا اللي كنت خديت واحد المره ريحته زباله، وتقدروا هذه كتجي فيها ثلاثة اورو، تقدروا زعما الى حطوها في التواليت ماشي مشكل. وكاينه هادو اللي رخيصين شويه من الفوق، هانتوما هادو رخيصين. المهم هادو اللي لانجيت اللي تمسحو بهم في التواليت، الا ما بغيتوش تمسحو بالكاغيت تقدروا ديروهم غير هما. نجرب هاد لا مارك دابا ديال تيمبو، شوف كي دايره. كاين هاد الديكور وكاين هاد الديكور وكاين هذا، هاد الكحل شفتو واخدين منه بزاف ديسيون. ندي هذا نجربو حيت شتهزين منه بزاف، يعني راه غادي يكون زوين. هادشي اللي كاين البنات، لا فيديو حد لهنا اتسالات، وان شاء الله نتمنى ندير لكم شي فيديو اخر مره اخرى بشي حويجات اخرين اللي ان شاء الله تستافدوا منهم. قبل ما نسالي الفيديو، هاد البلاصه ديال الحوامل اللي كيكونوا حاملين اولا العيالات اللي كيولدوا، بالنسبه للعيالات اللي كيولدوا الصراحه ياخذوا هاد الفاني هاد اتاي كيدير الحليب، هاد اتاي البنات كيدير الحليب زوين بزاف. كيصلح للمراه اللي ملي كتولد. كاين هاد الكريم على حساب ملي كيتشربوا لهم الدات ديالهم، وهنايا داكشي الاخر ديال لي بيبي رضاضا وهذا وداكشي داكشي وداكشي. يلا البنات تبقاو على خير، الى فيديو ان شاء الله قابل مره واحده اخرى مقبل، الى فيديو مقبل ان شاء الله مره واحده اخرى. هاد الفيديو كان من الدائم، نتمنى ان شاء الله تستافدوا من هادشي اللي حطيت لكم، وباي باي مع السلامه.